بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستضيف اليوم عالما من علماء المغرب الشيخ الداعية العلامة يحيى بن محمد المدغري من قبيلة كبدانة من إقليم النادور شمال المغرب. ولد سنة 1955 ميلادية، حفظ القرآن بقبيلته ودرس بالمعهد الأصيل بالنادور ثم بمعهد الرائد للشهادات بوجدة. التحق بمعهد التكوين الديني بمسجد السنة بالرباط، أمضى فيه سنتين ودرس به جملة من العلوم الشرعية كالتجويد والنحو والفقه والأصول والتاريخ والسيرة على يد مجموعة من الشيوخ والأساتذة، منهم الشيخ محمد بن المهدي العلوي والشيخ محمد بن المكي بربيش والأستاذ محمد يسف والأستاذ محمد البدراني والشيخ أحمد العدوي. ولازم دروس الشيخ عبد الرحمن الكتاني في التفسير وشرح البخاري والعلامة مصطفى النجار والأستاذ عبد الرحيم عبد البر والشيخ محمد المريني. درس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منتسبا لمدة سنتين، ولقي ثلة من علماء الحجاز واستجازهم، منهم الشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ محمد بن حسين الدريعي والشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وحضر مجالس العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن صالح العزيمين والعلامة عبد الله بن غصون والمحدث ناصر الدين الألباني وغيره. كان خطيبا مفوها، واعظ رسمي بالمجلس العلمي المحلي وإمام مصلى العيد بمدينة سلا. ساهم بحضوره في عدة مؤتمرات ولقاءات داخل المغرب وخارجه، وشارك في عدة بعثات علمية. له مؤلفات جاهزة للطبع، منها استقم كما أمرت وقولوا للناس حسنا، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله ديوان شعري. نشكره على حضوره معنا وتلبية الدعوة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل لي ولكم أن يسر الله لنا هذا اللقاء مع هذه الكوكبة من الطلاب المميزين في هذه المدرسة المميزة. وهذا اللقاء الذي تم بفضل الله أولا، ثم بدعوة كريمة من أخينا فضيلة الأستاذ سيدي عبد العالي زوار مدير هذه المدرسة المباركة، جزاه الله خيرا أن وصلنا بكم عبر هذا اللقاء. وكم يكون اللقاء شائقا ورائقا عندما يكون مع صناع الغد بإذن الله عز وجل، مع رجال المستقبل، مع الطلبة، مع علماء الأمة في غدها. فإن
الحديث يحلو والمقام يطيب، ويشهد الله أنني في غاية الفرح والسعادة لهذا اللقاء بكم وللنظر إليكم ولما أعلمه من خلال ما يصلنا ويبلغنا من شهادات إخواننا الموثوقين في نهج هذه المدرسة وفي سيرها وفي جدية القائمين عليها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل القيمين إدارة وهيئة التدريس ومنفقين وطلاب أيضا. حديثي إليكم كما هو معلوم لديكم حول موضوع نحتاج إليه جميعا، يحتاج إليه طالب العلم، ألا وهو علو الهمة، علو الهمة في طلب العلم. ولكن قبل أن نتكلم عن علو الهمة لا بد أن نذكر شيئا من فضائل هذا العلم الذي إليه ترتفع هذه الهمة وتعلو، لأن الذي يجهل فضل العلم وأهمية العلم لا ترتفع همته، فمن جهل الشيء عاداه. لكن الطالب إذا أدرك أهمية العلم وفضل العلم وأقدار العلماء ومنازل العلماء عند الله سبحانه وتعالى تاقت نفسه وارتفعت همته وبذل في ذلك النفس والنفيس. العلم يكفي أن نقول في العلم بأن الله سبحانه وتعالى استشهدهم، أي استشهد العلماء على أكبر مشهود له وبه وهو واجب الوجود، رب العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقبل الله شهادة العلماء مع شهادة الملائكة على وحدانيته سبحانه وتعالى، فلم يذكر غير العلماء. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو لم يرد في فضل العلماء، في فضل العلم والعلماء إلا هذه الآية لكان جديرا بالإنسان أن يعيش حياته على هذا التحصيل، لا يمل ولا يكل الليل والنهار وطول العام بل وطول العمر لهذه الأفضلية، أن يقبل الله، أن ترتقي حتى يقبل الله عز وجل شهادتك مضمومة إلى شهادة الملائكة المقربين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا أيضا، يخبرنا بمنازل أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا شك أن المؤمنين جميعا في منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى، يرفع الله لهم الدرجات، لكن الذين أوتوا العلم من هؤلاء المؤمنين أعظم وأرفع درجات من هؤلاء
من غير ابنه. والكتاب والنصوص والأدلة في الكتاب والسنة طافحة في ذكر أهمية العلم وأفضلية طلبة العلم ومرتبتهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الحديث الصحيح معروف عندكم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث يحفظه أغلب الطلاب، لكن أنا أتساءل دائما: هل وقفنا عنده؟ هل توقفنا عنده عند هذه الجمل؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا يا أبنائي من الأهمية بمكان أن يستشعر طالب العلم وهو في مسيرته في التحصيل أنه في عبادة الله، أنه ما برح هذه العبادة لا ليلا ولا نهارا، لأن الإجماع منعقد بين أهل العلم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات على الإطلاق. طلب العلم مقدم على النوافل في الصلاة والنوافل في الصدقات والنوافل في الصيام والنوافل في الحج، مقدم عليها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي جعل الله عز وجل لك هذا الطريق الذي أنت فيه سببا لدخولك جنة عرضها السماوات والأرض. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة في الملأ الملائكي والملأ العلوي يسخرها الله سبحانه وتعالى فتضع أجنحتها لك. وقد سمعنا إلى أخينا الفاضل وهو يرتل على مسامعنا من سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة لها أجنحة، من الملائكة من عنده جناحان وثلاثة وأربعة، بل ثبت في صحيح الإمام البخاري أن لجبريل 600 جناح. فهذه الأجنحة التي لا يعلم عددها إلا الله، وهذه الملائكة التي لا يعلم عددها إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، مسخرة لك أنت يا طالب العلم فتضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. وهل يا أبنائي تتصورون أو تتخيلون أن الملائكة تضع أجنحتها وترضى عنك دون أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى؟ إذن فطالب العلم يرضى الله عنه، فإذا رضي الله عنه أذن لملائكته أن يضعوا أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، ورضاهم تبعا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وإن العالم يستغفر له من في السماء والأرض، من في هذه الظرفية في السماء، فالسماء ظرف لمظروفات، في الأرض ظرف لمظروفات، أي ما يوجد في السماء من خلق الله وما يوجد في الأرض من خلق الله الذي نعلمه والذي لا نعلمه،
بل حتى ما يوجد في ما لم يقل في البحر، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء ليشمل الحديث كل الماء، الماء المالح والماء الزلال الصالح للشرب، فكل ما يوجد في هذه المياه مع من يوجد في السماء ومن يوجد في الأرض يستغفر لطالب العلم. أنت في مع كراستك، مع حفظك، مع تعهدك، مع مراجعتك، مع تلقينك، الملائكة وكل من في الكون يستغفر لك. فلا ينبغي أن نفوت على أنفسنا هذا الشعور، نشعر بأننا في طاعة الله، في عبادة الله، أننا مأجورون على هذا الطلب. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن العلماء ورثة الأنبياء. يكفي لطالب العلم أن يستشعر هذا الشعور بأنه وارث الأنبياء، الوارث الوحيد الأنبياء، وارث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا ترك لنا؟ ترك لنا قرآن وسنة. وإن العلماء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ بهذا العلم أي فقد أخذ حظا وافرا ونصيبا وافرا من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنصوص على هذا كثيرة وكثيرة جدا. إذا علم هذا، وأن طالب العلم وأن العالم عند الله بمكان، نتساءل عن علو الهمة. ما هو علو الهمة؟ علو الهمة يا أبنائي هو وصف في النفس، متعلق بالنفس، وصف يكون في النفس يدفع صاحبه أو يجعل صاحبه منشغلا بمعالي الأمور، يدفعه إلى معالي الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، الساقط منها الذي لا قيمة له. الله عز وجل يدعونا دائما لأن تشرع إتبع أعناقنا إلى ما هو أرفع وأفضل. حتى في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ماذا فيه؟ يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل جلاله. حديث البخاري. إذا سألتم الجنة، الجنة طبعا يعني حظ آخر واحد من المسلمين من الموحدين يدخل الجنة مثل الدنيا ضعفين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لك أفضل من ذلك، أراد منك أن ترتقي. فقال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن جل جلاله. عالي الهمة يبذل النفس والنفيس في سبيل تحقيق
تحقيق غايته وفي سبيل الوصول إلى بغيته. فيا أبنائي، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، أي بالقدر التي بالقدر الذي تتكلف فيه وتتعب فيه وتتحمل فيه وتشقى فيه، بقدر ما تنال ما تتمناه من السؤدة ومن العز ومن الفخر ومن المجد. لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. إياكم أن تظنوا أن الأئمة الكبار الذين تقرؤون لهم وتقرؤون سيرهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه يعني غير هكذا، لا، بالصدفة بالموافقة، لا، وإنما تعبوا وسهروا وضحوا. لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. والصبر هو نبات شديد المرارة، أكثر ما يوجد في اليمن، إذا لمسته بيدك تبقى أثر المرارة في يديك وفي أصابعك لأيام وليالي. ومنه اشتق اسم الصبر، فلذلك قالوا الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مشتق من الصبر، والصبر هذه المادة يعني شديدة المرارة. الصبر كاسمه أي مشتق له نصيب من اسمه، الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إذن فلا بد من التحمل. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون ذوي همم عالية، وأن نبتعد عن سوافل الأمور، عن سافل الأمور. وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في كتابه ذم ساقط الهمم، بل وصفهم بأبشع وصف وبأبشع صورة. تقرؤون في كتاب الله من سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذم الله سبحانه وتعالى من كانت له همة ساقطة، انسلخ من الشيء تركه وتخلص منه. العرب تقول انسلخت الحية من ثوبها، فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ما أجمل هذه الفاء يا طلابنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. بمجرد أن انسلخ، أن ابتعد عن الآيات، تسلط عليه شيطانه. بمجرد أن ابتعد عن أن تخلى عن سلاحه تمكن منه عدوه، فانسلخ منها مباشرة. الفاء للترتيب مع التعقيب، فانسلخ منها فأتبعه مباشرة. ف
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، غاوين من الغواية والغي والغواية، رائحتها رائحة نتنها تشم من بعيد. فمثله ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها، الضمير هنا الموصول بحرف الجل جر بها يعني عائد على ماذا؟ على الآيات، لا على الفلسفات ولا على الآراء ولا لا. ولو شئنا لرفعناه بها أي بالآيات التي انسلخ منها، ولكنه أخلد إلى الأرض، لسقف الأرض، ما أراد أن يتحرك، ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود إلى الأرض هو اللسوق بها. يقولون فلان أجريت له عملية جراحية، وبعد العملية نصحه الطبيب بالخلود إلى الراحة. هذا المصطلح معروف، نصحه الطبيب بالخلود إلى الراحة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان قبل العملية إجراء العملية له نشاط وله حركة وله عمل وله هذا، بعد العملية ينصحه الطبيب بأن لا يفعل شيئا من ذلك، يخلد إلى الأرض، خلود إلى الراحة، لا تتحرك، لا تبذل أي مجهود، اجلس إلى الأرض. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لو اتبع عقله لهداه، لكن اتبع هواه، فما حيلتك مع من اتبع هواه؟ فمثله، هنا شوف التشبيه، فمثله، لم يقل الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل أسد ملك الغابة سيد الوحوش الضرار، فمثله كمثل الكلب. والتعبير والتمثيل هنا بالكلب لما؟ لأن الكلب لا يستقل، إذا مات سيده بحث عن سيد آخر، لا بد أن يدخل تحت كفالة غيره. ولذلك أحمد شوقي شاعر النيل له رسالة سماها أسواق الذهب، وهي حقيقة تساوي وزنها ذهبا. في أسواقه هذه يقول: الذليل بغير قيد مقيد، الذليل بغير قيد مقيد، فهو كالكلب إن لم يسد بحث عن سيد. إذن بارك الله فيكم، ربنا سبحانه وتعالى يريد منا معالي الأمور، أن نرتقي إلى الأفضل، وأن نبتعد عن الأمور السافلة الساقطة الهابطة، وأن لا نتمسك بالأرض، وأن لا نخلد إلى الأرض. ثم بارك الله فيكم، علو الهمة له أسباب، من الأسباب التي تساعد على علو الهمة قراءة سير الصالحين، قراءة سير الصالحين. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكلا آية ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أي الله سبحانه وتعالى ما قص القصص على النبي صلى الله عليه وسلم،
قصص الأولين، قصص الأنبياء والمرسلين، إلا من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل مؤانسته، إلا من أجل أن يعلم أن له فيما يلقى من الشدائد والمحن سلف. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وأمره أن يسلك مسلك من سبقه من أهل العزم، من أولي العزم من الرسل، فقال اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فاصبر أنت يا محمد وكن على منوالهم في صبرهم. إذن مما يكون سبباً في علو الهمة أن نقرأ سير الصالحين. ولذلك نجد أن شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى لما رأى تراجع الهمم ألف كتابه تذكرة الحفاظ، وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى تحفة الحفاظ، وجمع فيه هذان العالمان وغيرهما من ألف وجمع كتب التراجم، جمع فيها تراجم كبار الحفاظ وخاصة الذين لم يبدأوا في الطلب إلا بعد الأربعين. تعجبون عندما تسمعون أن أحد كبار العلماء الأعلام ما بدأ في تحصيل العلم إلا بعد أن تجاوز الأربعين من عمره، كالعز بن عبد السلام الذي حاز بعد ذلك لقب سلطان العلماء. فإذا أطلق سلطان العلماء فالمقصود به العز بن عبد السلام، فالذين ترجموا له أجمعوا على أنه لم يبدأ في التحصيل إلا بعد الأربعين من عمره. فعندما يقرأ الإنسان لمثل هؤلاء، لأمثال هؤلاء النماذج الأخيار الأطهار الأبرار، لا شك أن ذلك يساعد الطالب على أن ترتفع همته. مما يذكر في هذا الباب أيضا من سير الصالحين ما ذكره الخطيب البغدادي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك ذكر الخطيب البغدادي أنه أفضى به أمر طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته ثم باعه ليكمل دراسته وطلبه للعلم. نقض سقف بيته الذي يسكن فيه، فلما نقضه أخذ الخشب الذي فيه فباع ذلك الخشب ليكمل به النفقة لينفق على نفسه من أجل طلب العلم. الإمام مالك رحمه الله من علو همته وتفرغه لطلب العلم ذكر عنه تلميذه البار بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله، قال كان مالك يقول كان لا يذهب إلى الخلاء إلا مرة واحدة كل ثلاثة ليالي، كل ثلاثة أيام يذهب مرة إلى الخلاء ليقضي حاجته الأدمية. ثم ماذا كان يقول؟ قال إني أستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء، إني أستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء وهو لا يذهب إلا مرة كل ثلاثة أيام. شيء غريب جدا. إذن فنماذج كثيرة عندنا من هؤلاء يعني الأفذاذ
الذين ينبغي أن نقرأ لهم السير التي كانوا عليها والعلو الهمة التي يعني الهمة التي وصلوا إليها. ثم بارك الله فيكم، مما ينبغي أن يعلمه الطالب أن علو الهمة يحتاج إلى أمور، يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن بعض الشباب يرى أنه إذا أراد أن يطلب العلم يطلب العلم يوم الاثنين ويدرس يوم الثلاثاء ويفتي يوم الأربعاء ويجهل 90% من أئمة الإسلام سلف وخلف. وتدخل مكة، أعيذكم بالله من ذلك. طلب العلم لا، هذا العلو، علو الهمة يستدعي أن تكون حاصل على هذه الخصال. أخي لن تنال العلم إلا بستة أشياء، بستة أمور سأنبيك عنها ببياني، عن تفصيلها ببياني. ذكاء، أن يكون الطالب ذكي المعي، وحرص، أن يكون حريصا. ما هو الحرص؟ أن يحرص على أن لا يفوته شيء من المعلومات، وذلك بالتدوين، وذلك بالقيد وبالكتابة. لأن في بعض المناسبات مع طلبة العلم تشعر كأنك في موسم يعني في مناسبة وليمة، لا أحد يكتب ولا أحد يعني يقيد ولا أحد يسجل، فليس هذا هو دأب طلبة العلم. أنا سبحان الله يعني أتذكر مرة في 1974 كان هناك يعني تجمع ثقافي في غابة معمورة، وكان يومها هناك أقطاب الفقه والفقهاء، فقهاء عندنا، كان الشيخ الأستاذ علال الفاسي رحمه الله، والشيخ مكي الناصري، والشيخ محمد حجي، وكان ضيف عندنا في المغرب الشيخ أبو بكر جابي الجزائري. فأتذكر أن كنا مع الشيخ أبو بكر جابي الجزائري غاديين معه وهو يخرج الورقات من جيبه، فتذكرت ورقة صغيرة هكذا كذا، هذا في صحيح في سنن أبي داود. فالطالب الذي لا يسجل المعلومات يضيع منه كنز عظيم والله. وأنا أحدثكم بهذا من منطلق تجربتي. أنا الآن وأنا كما ترون شيخ هرم، أرجع إلى مذكراتي الآن، قراطيس كانت قبل 60 سنة تقريبا، 55 سنة فما فوق هذا. فعندما أرجع الآن فأجد فيها عبارة أو حكمة أو حديث أو قول لأحد العلماء أو كذا، والله أشعر الآن أشعر كأنك ملأت جيوبي بالذهب الآن. قيمة نفيسة عندها، والقيمة عندي لا تضاهيها أي قيمة. إذن فنصيحتي لأبنائي أن يحرصوا على، لماذا؟ لأن الذي تحضر في محاضرته أو في كلمته قد يسوقه الله عز وجل إلى قول كلمة أو حكمة أو فائدة هو نفسه قد لا يرجع إليها إلى أن يموت، قد لا يرجع إليها، وقد لا تسمعها من غيره مرة أخرى، فتكون أنت ذكيا حريصا على تقييدها وتسجيلها بأن لا تفوتها. إذن ذكاء وحرص واجتهاد لا فتور فيه، وبلغة، وبعض
ضبط غربة أيضا وغربة. أينا الآن يتغرب من أجل طلب العلم الذي لا يقترب ولا يتغرب لطلب العلم؟ طلبه ناقص. ولذلك يا أبنائي يقول لكم والقلب يتعصر ألما وكمدا أيضا من حال كثير من أبنائنا الطلاب الذين هم في ريعانة الشباب، والله أعطاهم بسطة في الجسم، يستطيعون أن يتحركوا وأن ينتقلوا وأن يتغربوا وأن يسافروا، فلا يلتقون بعلماء بلدهم. تسمع الآن مثلا بعالم في أكادير، فيبقى العالم هناك مسكين هذا إلى أن يموت، حتى تبدأ أنت هنا في الرباط مثلا تسمع أخباره من خارج المغرب. العالم الفلاني كان عندكم في طنجة، في كذا، في هذا، في أكادير، في مرة، وأنت ما رأيته، ما زرته، بل قد يكون بينك وبينه في بعض الأحيان مضرب حجر، رمي حجر، فلا تزور. بل في بعض الأحيان قد يكون فقيه من الفقهاء في مدرسة معينة أو في مسجد معين، فلا ننتقل منه من حي إلى آخر أو من قرية إلى أخرى وهي قريبة جدا. لا بد من أن تتغرب، سافر. ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. جابر بن عبد الله تغرب وسافر إلى مصر من أجل حديث واحد. ذكر المؤرخون والمترجمون له أنه ما نزل على دابته، بلغ إلى عبد الله بن شقيق فسمع منه حديثا واحدا فرجع، استدار من مكانه. إذن ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وتلقين أستاذ، لا بد أن نستشعر هذا الأمر المهم. لا علوم بدون أستاذ، لا تحصيل بدون تلقين. لا يمكن أن يكون الطالب عالما أو فقيها أو متمكنا وهو يعتمد على الكتب فقط. وأنا على الدوام في مثل هذه المجالس أشبه المكتبة بالصيدلية، فأنت عندما تدخل إلى الصيدلية تجدها طافحة عامرة بالأدوية، كلها أدوية. لكن أنا إذا كان بي صداع في الرأس عافانا الله وإياكم، فاحتجت إلى مسكن، فذهبت إلى الصيدلية أمام المدرسة هنا، فرأيت علبة مزركشة هكذا ملونة، فقلت يا صيدلاني أعطيني هذه، أنا أريد هذه العلبة، فيها صداع في الرأس، هو دواء لكن قد لا يصلح لي، قد يكون فيه حتفي وهلاكي إن أنا استعملته. إذن ماذا أحتاج؟ أحتاج أن أعرض نفسي على طبيب فيكشف علي ويفحصني ثم يعطيني الدواء الذي يسكن هذا الألم. فكذلك المكتبة، إذا أردت أن تكون هي المرجع عندك فتأكد أن الضرر فيها سيكون أكثر من النفع، بل إن في بعضها السم الميت والكبريت الأحمر. والكتب أنتم تعلمون ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى يوجد فيها ما يؤخذ ويرد، يوجد فيها الحق والباطل. فلا بد لك من شيخ، لا بد لك من أساتذة
موجهين مربين يرشدونك كيف تتعامل مع المكتبة ومع الكتب، كيف تكون أولويتك، ما هي أولويتك في القراءة. لا بد من هذا. إذن ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وتلقين أستاذي وطول زمان، طول زمان، أن يطول زمانك. ليس هناك سقف معين في طلب العلم، وإنما هو على امتداد العمر، على امتداد العمر. أبو بكر الطليطلي رحمه الله تعالى كان على فراش الموت، فجاء من بعض أصدقائه يزورونه وهو على في سياق مرض الموت، فكانوا يكلمونه فلا يجيبهم، فقال أحد الحاضرين العائدين عن الزائرين له: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فلما ذكر هذه الآية أجابه وقال: إنها نزلت في الكفار. ثم رجع إلى غشيته. هو في سياق مرض الموت، فرأى أنه من الواجب عليه أن يجيب وأن يحق الحق وأن يبين بأن هذه الآية لم تنزل في المؤمنين وإنما نزلت في الكافرين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية بكى، ثم قال: اللهم لا تحل بيني وبين ما اشتهي. فقيل له: وما تشتهي يا ابن عمر؟ قال: أشتهي أن أقول لا إله إلا الله عند خروج الروح. إذن لا بد أن ترتفع هممنا. يذكر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم أباه في مسائله عن أبيه يقول: حدثني أبي، أي الإمام أحمد، عن أبي نظر الهلالي أنه كان في مجلس سفيان بن عيينة رضي الله عنه، وسفيان بن عيينة كما هو في كلام علمكم قرين مالك، قرين الإمام مالك، أي فيه وفي مالك، لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم الحجاز. قال: ذهب أحمد بن نظر الهلالي إلى مجلس سفيان وفيه حوالي 300 معمم. انتبهنا؟ 300 معمم. معمم أي أصبح فقيها، 300 من الفقهاء، يعني بعض أبنائنا يستكثر على نفسه: وانا ختمت ختمتين ولا ثلاثه، وهذا عاد مجلس انا عند في مجلس القران ولا في مجلس الاقراء ولا في مجلس كذا، وانا عندي هذا، عندي اجازه وعندي ماجستير وعندي دكتوراه، مجلس الان المحاضره ومجلس كذا وهذا. سبحان الله. ايضا هذه سفيان بن عيينة يقول: لا ينبل الرجل الا اذا اخذ العلم عن ثلاثه. الرجل لا ينبل، اي لا يصل الى درجه النبل حتى يأخذ العلم عن ثلاث: عمن فوقه، وعن أقرانه، وعمن دونه، والذي يعني أقل منه. يعني لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن فوقه، عن الأكابر، وعن أقرانه، وعمن دونه، وإي عن تلامذته. أحمد بن نظر الهلالي يقول: فإذا بمجلس سفيان فيه أزيد من 300 معمم جلسوا إلى سفيان يأخذون عنه. قال: فداخل طفل صغير، انظروا الآن إلى علو الهمة، دخل طفل صغير فشق الصفوف فجلس بين يدي سفيان بن عيينة، وهو طفل صغير بين يدي 300 معمم. قال: فضحك الحاضرون. فقال سفيان الشيخ:
أتضحكون من صغار سنه؟ ثم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هيك كذلك كنتم من قبل أنتم صغار وهذا وترعرعتم. ثم قال سفيان وهو متوجه إلى أحمد بن نضر الهلالي لو رأيتني يا نضر وأنا ابن 10 سنين، أي سفيان يحكي عن نفسه، أنتم الذين تضحكون على هذا، أنا سأخبركم بحالتي كيف كنت في بداية الطلب. لو رأيتني يا نضر الهلالي، لو رأيتني يا نضر وأنا ابن 10 سنين طولي 5 أشبار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي قصار وأكمامي صغار وذيلي بمقدار، أي ذيل الثوب، ذيلي بمقدار مقلمتي كالموزة محبرتي كالجوزة قلمي كاللوزة أخالف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار فأقعد بينهم كالمسمار فإذا دخلت عليهم قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. إذن فبارك الله فيكم. بقي لنا ما بقي لنا شيء إن شاء الله إلا ما بقي لنا إلا أن نوصيكم إن شاء الله عز وجل بعلو الهمة وبأن تعملوا على رفع هممكم وأن تدركوا جيدا أنكم بإذن الله عز وجل مرشحون لإمامة هذه الأمة في غدها، لأن تكونوا فقهاءها وعلماءها وأسيادها، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم كما قلنا في تصدير هذه الكلمة بأن تخلصوا النية لله سبحانه وتعالى بأنكم في هذا الطلب في عبادة، ثم باحترام الأساتذة والتواضع مع الفقهاء ومع العلماء. واسمحوا لي يا أبنائي وخذوا مني هذه الكلمة، أقول لكم هذه الكلمة أموت وتبقى لكم، ما رأيت أحدا في حياتي أساء الأدب مع أشياخه فنال شيئا، ما رأيت أحدا في حياتي هذه المرة كلها شرقا وغربا أحدا كان سيء الأدب وسيء الخلق مع أساتذته ومع شيوخه ثم أصبح لا قيمة. لا بد أن نتخلق مع فقهائنا ومع مشايخنا ومع علمائنا، فهذا هو نصف العلم، نصف العلم أن نستشير فقهاءنا ومشايخنا. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول إذا كنت في طريقي إلى شيخي تصدقت ببعض المال في الطريق وسألت الله، لأن الدعاء بعد الصدقة مظنة للإجابة. قال أتصدق في الطريق وأنا غادي الدرس للمحاضرة للتحصيل، أتصدق بين يدي ذلك ثم أدعو الله. ماذا يقول؟ يقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كثير من الطلاب يزهدون في أساتذتهم وشيوخهم، لماذا؟ لأنه اطلع على عيب وينسى أن هذا الأستاذ مهما بلغ فهو بشر تعتريه العوارض البشرية،
فأنت إذا فقط بدأت تنظر إلى العيوب حرمت من علم ذلك الشيخ. هذا عنده عيب تحرم منه، هذا عنده عيب، وهذا عنده عيب، وهذا عنده عيب، فيجتمع والعياذ بالله في المرء الشر كله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وأن ينفعنا كذلك بما سمعنا معكم، وأن يفتح قلوبكم وآذانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم أئمة وقدوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في تحصيلكم، وأن يجعلكم علماء وفقهاء وأئمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القيمين وفي الأساتذة وفي الجميع يعني من كان سبب في إقامة هذه المدرسة. بارك الله فيكم جميعا، وأحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.